Hello everybody, this is Mr. محمد طلحان. You're watching Learn English with Mr. طلحان. حبايبي طلبة طلبات صف التالت الإعدادي، يلا بينا نحل المحافظة التانية وهي محافظة الجيزة. بس قبل ما نبدأ يلا نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى كده نشوف أول سؤال، وهو المحادثة dialogue between Nora who is decorating a birthday card with علا. طبعا نورا بتدهن او بتلون بيرثدي كارد، يعني كارت عيد ميلاد، وبتكلم علا. فعلا بتسالها بتقول لها وات ار يو دوينج. قلت يا جماعه طالما السؤال مضارع مستمر يبقى لازم الاجابه تكون مضارع مستمر، فبتقول لها وات ار يو دوينج. طبعا انا مش هقرا راس السؤال، اكيد هيغلط، يبقى لازم مهم جدا اقرا راس السؤال كويس واقرا المحادثه كلها قبل ما ابدا احط القلم في اي حاجه. طبعا بتقول لها وات ار يو دوينج، هتقول لها اي ام ديكوريتنج a birthday card. اكيد هتقول لها انا بلون كارت عيد ميلاد. بتقول لها ايه؟ قالت لها because it's my grandpa's birthday، لان ده عيد ميلاد جده. يبقى اكيد لها سالتها بواي، ليه؟ لان قال لي because، لان. يبقى اذا قالت لها ليه انت بتلوني كارت عيد الميلاد ده؟ ممكن اقول واي بس واسكت وهنا اعتبرها اجابه صحيحه، او ان انا اقول واي ار you decorating it، يعني ليه انت بتلوني؟ فقالت لها because it's my grandpa's birthday. فبتقول لها ايه انجيزه؟ قالت لها no he lives in اسوان. قالت لها لا ده هو بيعيش في اسوان. اجابه بيس ونو، يعني سؤال بيبدا بفعل مساعد وهنا الفعل فيه اس، يبقى اذا هبدا السؤال بتاعي بداز. الفعل بتاعي هي يبقى داز هي، واجيب المصدر بتاعي اللي هو live. So does he live in Giza? قالت لها no he lives in Aswan. We will travel to him tomorrow. هنسافر له بكرة. Who will you travel with? هتسافر مع مين؟ أكيد هتقول لها with my family. تعال نشوف situations. Number one, بقول your sister is going outside but it's raining. Advise her. طبعا انا واخد طرق كتيره جدا للنصيحه، واللي يا جماعه عايز راجع الدرس ده يدخل على القناه ويخش على قوائم التشغيل ويجيب دروس ثالثه اعدادي، وان شاء الله هيلاقي الدرس ده بالتفصيل. طيب will your sister is going outside، يلا ننصحها لان الدنيا بتمطر. يبقى هقول لها you should take your umbrella، يعني لازم تاخدي الشمسية بتاعتك. It's raining outside. أو ممكن أقول لها you shouldn't go outside. It's raining. يعني ما تخرجيش بره لأن الدنيا بتمطر. أي نصيحة هنا بخصوص المطر هتبقى صحيحة. اللي بعدها بقول لها a friend asks you what you thought of a scary film that has just finished. يعني إيه رأيك في الفيلم اللي أنت لسه شايفه دلوقتي؟ هو فيلم مخيف. يبقى ممكن أقول I was very frightened، يعني أنا كنت مرعوب. تاني I was very frightened، يعني أنا كنت إيه مرعوب. ممكن أدي هقول it was، يعني هو كان frightening. يعني إيه frightening؟ كان مخيف. it was scary، يعني إيه scary؟ مخيف. طيب number three بقول although you lost the game، برغم إنك خسرت المباراة، you congratulate your opponent، يعني بتهني خصمك. طبعا لما هني حد بقول له congratulations. تاني congratulations يعني تهانينا. تاني congratulations يعني تهانينا. تعال نشوف كده موضوع reading. بقول we all agree that eating healthy food means having a healthy life. طبعا معنى انك تاكل طعام صحي معنى ان انت تعيش حياة صحية. the food we eat affects، كلمة affects يعني يؤثر. تاني كلمة affects معنى يؤثر. يؤثر our life more than anything else، بيأثر على حياتنا أكتر من أي حاجة تانية. most people have three meals، عندهم ثلاث وجبات في اليوم. a day هنا معناها every day، كل يوم يعني. but in fact they don't care about what they should eat for each meal، ما بيهتموش ياكلوا ايه في كل وجبة. these meals must contain everything that our bodies need، واللي ان كل الوجبات دي لازم تحتوي على كل شيء الجسم محتاجه. they should contain vegetables, carbohydrates, fresh fruit, milk and proteins. although fast food is delicious، بالرغم ان الوجبات السريعة لذيذة. and an easy solution، كلمة solution يعني حل.
For people who work long hours and have no time to cook, وناس ما بيبقاش عندها وقت تطبخ, it's unhealthy, بتبقى غير صحية, and so expensive, وغالية. It causes a lot of dangerous disease. طبعا هنا ما تنقلش من عند إيه, لا بشوف عايدة على إيه, هي عايدة أكيد على الفاست فود اللي هو الوجبات السريعة. طيب بقول to be in a good health, وعشان تكون في صحة جيدة, you should eat healthy food and practice sports as they renew our energy, لأنها بتجدد الطاقة بتاعتنا, and refresh our minds, وكمان بتقى يا جماعة, وكمان بتجدد نشاط العقل, بتنعش العقل يعني. Also, doctors advise people to drink milk and a lot of water every day. دكاترة أو الأطباء بينصحوا الناس إن هم يشربوا لبن ومية كتير كل يوم. السؤال الأولاني بيقول why do people who work long hours buy fast food؟ ليه الناس اللي بتشتغل بره بتشتري وجبات سريعة؟ طبعا لو بصينا هنا هلاقي because they have no time to cook, يبقى حاول كده because they have no time to cook, يعني ما عندهمش وقت يطبخ. Do you think that eating one kind of food is healthy? Why and why not? يعني هل تعتقد ان اكل نوع واحد من الطعام صحي؟ اكيد هقول no, لا طبعا. قلنا ليه؟ هقول because our bodies need food, يعني محتاجة الطعام ذات الذي contain vegetables, carbohydrates, fresh fruit, milk and proteins. تاني هقول because our bodies need food, يعني محتاجة الطعام ذات contain, الذي يحتوي على vegetables, carbohydrates, fresh fruit, milk and protein. طيب تعالى كده بقولي how can you be in a good health, ازاي ان انت ممكن تكون في حالة صحية جيدة؟ يبقى هتكون الاجابة by eating, يعني باكل healthy food, الطعام الصحي. تاني by eating healthy food, باكل الطعام الصحي, and doing exercise, and doing exercise, وعمل التمرينات. تاني by eating healthy food and doing exercise. The underlined pronoun it refers to, احنا قلنا it دي عايدة على الفاست فود اللي هو الوجبات السريعة. اللي بعدها بيقول لي the underlined delicious means, طبعا delicious هنا معناها tastes nice, يعني طعمه حلو. تعال نشوف القصة بتاعتنا. بيقول لي Black Beauty's mother told him, يعني أم Black Beauty قالت له إيه؟ طبعا told him to be gentle and good, قالت له إن هو يكون gentle and good. The next, Square Garden and Mrs. Garden. Square Garden و Mrs. Garden طبعا had to leave England, اضطروا ان هم يسيبوا انجلترا because Mrs. Garden was ill. Number 3, بيقول لي the rider in the stable, طبعا بيقول لي ان الراكب اللي هو الشاب اللي جه الستيبل الايه الاستابل ماله, قال لي smoke the cigarette and caused the fire, كان بيدخن ايه سيجارة وكمان هو اللي سبب الحريق. Ginger, قال لي طبعا Ginger had decided she wouldn't bite or kick people anymore, قالت ان هي خلاص مش هتعضي الناس ولا ترفسهم بعد كده. السؤال الاولاني بيقول لي why do you think the horses were so important in the 19th century, ليه الخيول كانت مهمه جدا في القرن ال 19؟ طبعا لان عارفين ان الناس كانت بتستخدمها للانتقال من مكان لمكان وكمان لسحب السيارات بتاعتهم. يبقى هكتب كده because people used them, يعني الناس كانت بتستخدمهم to travel around and to pull, وعشان تسحب their carriages, يعني عشان تسحب العربيات بتاعتهم. Number 2, بولي do you think the driver of the carriage was right to hit the horses with a whip? Why and why not? طبعا هنا اكيد هقول no, لا طبعا. طبعا ما كانش المفروض يضربهم, ليه؟ Because it was muddy, طبعا الطين كان كتير, and the carriage, العربية نفسها, was
very heavy. كانت تقيلة جدا. تعال نشوف كده الاختيارات. قولي it's A to take your passport when you go to another country. طبعا هنا لازم اقول it's essential. what's in by essential? essential يعني ضروري. اللي بعدها the school was set A 40 years ago. طبعا اقيمت اسمها set up. set up. many photos A of the pyramids every day. طبعا الكلام ده مبني مجهول فلازم اقول are taken. are taken. number 4 the stopped the game and told the basketball player to throw the ball again. يبقى the referee. what's meant by referee? referee اللي هو الحكم. طبعا الحكم هو الوحيد اللي يقدر يوقف المباراة ويطلب من اللعيبة طلبات معينة. number 5 will I want to see the film because the and the newspaper says it's very exciting. طبعا ايه اللي في الجريدة؟ اكيد مقالة نقدية في الجريدة فبالتالي هقول review. the next scientists have a new medicine to help fight heart disease. طبعا هنا يطور اسمها developed او يصنع. the next Ali has more books in his bag than Ahmed. طبعا هنا طالما قال استعمل fewer, fewer عكس more يبقى لازم عكس الاسامي. يعني هقول احمد has fewer books in his bag than Ali. The next, the bank is near the school. My brother works there. طبعا هنا بقول استعملوا where. حلناها قبل كده. قلنا البنك ده هو المكان وحشيل there. فحقول the bank يعني البنك where my brother works is near the school. the next perhaps I'll wear a jacket today. I'm not sure. طالما قال I'm not sure يعني انا مش متأكد يبقى لازم اشيل I'm not sure واشيل perhaps وابدأ بأي. طب might هتيجي مكان مين؟ قال لي might هتيجي مكان will يبقى هقول I might واجيب المصدر عادي خالص. so I might wear a jacket today. I might wear a jacket today.